زيارتنا اليوم لمدينة من أجمل المدن إهدن، اللي هي قطعة من الجنة، هيك بيعني اسمها. نصلى عن طريق طرابلس صغار تسبع الأيتو وغير طرقات، ترتفع عن سطح البحر 1500 متر، تبعد عن بيروت حوالي 110 كيلومتر، تبعد عن طرابلس حوالي 30 كيلومتر. البداية مع رئيس البلدية العميد جوزيف معراوي. تعتبر بلديتكم بلدية صغرتة وأهدن بنفس الوقت، هالمدينتين الكبار، كيف بتلحقوا على كل الأعمال والإنجازات؟ يعني بحب أقول لك أنه هيدي الحالة الفريدة تقريبا مش بلبنان، بالعالم يمكن، أنه يكونوا مدينتين ببلدية واحدة، مدينتين ببعضوا عن بعضهم حوالي 30 كيلومتر. بقى الحمد لله عم نديرهم على مدار السنة وعلى مدار 24 ساعة وبكل قوة والحمد لله. خبرنا أكثر عن الدليل السياحي اللي انعمل بثلاث لغات. يعني نحن عملنا عدة دعايات لأهدين وغيرنا قبل يعني عمل، ولكن نحن سعينا جاهدين أنه نعمل دليل شامل لأهدين. هالدليل يعني في عدة أجزاء، أول جزء هو سياحة ترفيهية، يعني سياحة ترفيهية، مطاعم، فنادق، ملاهي، باتسوريات إلى آخره، وهودي متوفرين بشكل كثيف بإهدين، وفي تشكيل كبير من كل أنواع المطاعم. في جزء تاني هو السياحة البيئية والدينية والتراثية. السياحة البيئية اللي هي أكثر شيء عندنا حرش أهدين، محمية حرش أهدين، عندنا أقدم كنيسة مارونية مش بالشرق بالعالم، هي كنيسة مرمامة قريبة منا كم متر من هون. عندنا مجموعة كبيرة يعني ما راح نعدها كلها، هيدي مرتبطة كمان بالبطرك أصطفان دويهي اللي أعلن مكرم وإن شاء الله قريبا جدا يعلن طباوي وقديس. بقى في عنا مغاور، في عنا مناطق محيطة بإهدين قريبة من إهدين كمان ننصح بزياراتها، هيدي كلها حطيناها بهالدليل. عميد، سمعنا كتير عن مركز تزلج بإهدين، عن مساحته، نحكى كتير عنه، بس بعد ما شفنا لهلأ حجر الأساس. يعني يمكن الظروف، الأحداث اللي مرقت بلبنان أخرت شوي التنفيذ. بتعرفي مشروع كبير من النوع بيحتاج أول شيء لوضع أمني مستتب. مرقنا بمراحل، كل سنة الحمد لله بنمرق المرحلة، إن شاء الله السنة تبلش المرحلة الحلوة بلبنان. ونحن اجتماعاتنا متواصلة، ومن يومين كان عندنا اجتماع، والجمعة كمان عندنا اجتماع، بعتقد اللمسات الأخيرة رح تكون حاضرة لتوقيع العقد إن شاء الله. إن شاء الله خير. مجلة خطوات تخبرنا أكثر عن شؤون البلدية، فسر لنا شوي أكثر. يعني هي مجلسنا البلدي بكل فخر وجدنا أنه من الضروري أنه يكون عندنا نشرة، بدنا نسميها مجلة، نشرة فصلية أو دورية بتصدر، يعني بتعطي أخبار البلد وأخبار البلدية وتوجيهات معينة ضروري المواطن يتأيد فيها. هل صار في انخفاض بالخدمات وقت صار انخفاض بالمردود؟ يعني بكل مرارة حكينا كتير بهالموضوع، ولا حياة لمن تنادي. إن شاء الله متوسمين خير بالوضع الجديد، وخاصة بمعالي وزير الداخلية اللي كان لنا شرف لقائه وتفهم. نحن مرينا بسنوات انحجب عنا نسبة كبيرة من الأموال اللي هي حق مكتسب للبلديات، حق مكتسب، هي رسوم بلدية تستوفى وبتفوت على صندوق البلدي المستقل. مع الأسف نحن كان دورنا بالعقوبة كبير، وإن شاء الله تنتهي مدة هالعقوبة متوسمين خير. يعني بصفتك رئيس الاتحاد، ما بتعتبر أنه الاتحاد قدم لك شيء كرئيس اتحاد بلدية صغيرة الزاوية؟ هو الاتحاد، يعني مبدأ إنشاء الاتحادات هو لمساعدة البلديات الصغيرة وتشجيع الريف وتشجيع المناطق. لما نحرم من حصصنا الكبيرة هيدي حرب على أنه نقدر نساعد هالبلديات ونقدر نشجع أبناء المنطقة يبقوا بالمنطقة.
تكرم استفان دويهي سيدة الحصن وتاريخ قديسين أهدن اللي تسمى بمهد المسيحية بخبرنا عنهم الأب نادر نادر. رئيس دير مرسر كيسو باخوس بأهدن وصغارتا الأب نادر نادر، أهلا وسهلا فيك. شكرا، الله معكم، أهلا وسهلا فيكم كمان. بالبداية ليش تسمى أهدن بمهد المسيحية؟ أهدن هي كان جزء من جبل لبنان، ونحن بنعرف انه المسيحيين اللي اجوا من شمال سوريا اجوا على جبل لبنان، وخصوصي الموارني اجوا واحتموا بهالجبل وبقيوا بهالجبل يعيشوا، حولوا هالجبل الى واحات خضراء، كان فوق راسهم فقط الخيمة الزرقاء بس. فمن هيك من هون انطلقت كان الرهبانات المارونية ثلاثة، كان المركز البطريركي بهالشمال، كل هالامور هذه جعلت من أهدن انها تكون معقل المسيحيين. شو بيخبرنا التاريخ عن سيدة الحصن الموجودة على تل كتير حلوة بأهدن؟ سيدة الحصن لها معنيين الاسم، هي سيدة الحصن بالأول لأنه العذراء مريم هي أم الكنيسة وأم المؤمنين، والحصن هذا مطرح ما احتموا الأهدنيين عندما هجموا عبر التاريخ من المماليك وغيرهم، صار في عجيبة على هالجبل والسيدة حميتهم لما وقفت بوجه هالأعداء وردتهم، ومن هيك صفت سيدة الحصن يتحصنوا فيها أهل أهدن والمنطقة. أب نادر بدي أقول لك مبروك لألك ولألنا ولكل أهل صغارتا ولكل اللبنانية على أعلان البطريرك استفان دويهي مكرم. أكيد تهانينا للبنان، لكنيسة لبنان وكنيسة الشرق والعالم، أنه البطريرك دويهي بعد 300 سنة ينرفع على مذابح الكنيسة ويعلن مكرم اليوم تمهيد فيما بعد للتطويب والتقديس. أكيد مرحلة التكريم هي مرحلة مهمة كتير، نحن بالنسبة لنا بنعتبر كمؤسسة البطريرك الدويهي يلي بيرأسها النائب البطريرك المطران مظلوم وفيها أعضاء من علمانيين ورهبان ورهبات، هالمؤسسة عمال تسعى جاهدة حتى تكمل مسيرة هالبطريرك، وخصوصي هلأ اليوم بهالإعلان اللي بنشكر الله عليه، أعلن مكرم في الكنيسة. المعروف أنه يوسف بيك كرم هو من أهم رجالات بأهدن، ليش برأيك بعد لهلأ ما تطوب القديس؟ يعني هلأ أكيد في ناس هون بيأمنوا، قسم كبير من شعبنا بيأمن بحضوره الروحي ليوسف باكرة. هلأ هيدي بدها دعوة، هلأ إذا بينعمل لجنة واللجنة بتحضر ملفه وبتحضر هالأمور اللي عايشها يوسف باك، أو العمل الأحداث اللي عمال تحصل مع ناس بتتجمع والآخر وبيتقدم ملف، ما بعتقد الكنيسة ما يعني حاضرة الكنيسة إنه تنظر بأي ملف، ما عندهم مشكلة، يعني مجمع القديسين شغلته يدرس كل هالملفات، فإذا بدها لجنة محلية تدرس هالأمور وتجمعها وتوسقها وتقوم بطرحها على مجمع القديسين. وممكن كتير شو بيمنع من مدي قصيري البابا يوحنا بولس الثاني أعلن امرأة شفيات العائلة يعني مع عائلتها، فعلماني بيسوى كمان يوسف باك وغيره من العلمانيين يلي عندهم أكيد حضور الله بحياتهم، يكون في عندهم الأفتي غير شكل بالعالم، إنه في كتير من أهالي صغارتها بيصلوا له يعني بيعتبروه قديس. صحيح، هوني انا يعني اول ما جيت على المنطقه بسمع كثير يعني بيضيعوا اشياء بيطلبوها من يوسف باك، يعني مثل بيطلبوها من المرطانس البدوني، بقى ان شاء الله شو بيمنع، ما في شيء بيمنع ابدا الا انه تتوسق الامور وتمشي بالخط يلي بتطلبه الكنيسه حتى يكون هالشيء عمل يندرس ويعلن فيما بعد. توقع الكوبرا بالحاره العليا لاهدن جنب كنيسه مر بطرس، بناها الشيخ بطرس بيك كرم وسميت الكوبرا لأن أكبر وأفخم دار بأهدن. أهدن بتحضن وجهاء ومثقفين وفنانين مثل كريم كوسا، محسن يمين، والخوام. بدي أشكر أوليفيا وبدي أشكر محطة الأنبياء على هيدي اللفتة الحلوة لأهدن. فعلا أهدن أحلى مصيف، تقريبا من أحلى مصيف بلبنان، أنا تأثرت فيه كتير من البداية، بتحسي هيك في جو مستار بأهدن ما بتحسي بغير محل. وإجمالا الكتابة من عشية أنا بكتب السما كلير فيري كلير بأهدن، بتعطيني شوية هيك إنسبيريشن أكتر للكتابة. بلشت مسيرتي الكتابية سنة 1996 بأول كتاب Reflecting Unitas،
اللي هو بحث عن بحث بالتاريخ بالفلسفة بالعلوم، وبعده صدر باللغة الإنجليزية Reflecting Unitas، يعني التأمل بالوحدة الكونية. بعده انطلقت لكتاب تاني اسمه Blooming Plains اللي هو مستويات متفتحة، كمان بحث هو رواية، بحث عن هوية تاريخية كلبناني وبحث عن هوية روحية كإنسان. الكتاب الثالث اللي هو بيتاغورس اللي هو اجمالا كل المصادر والمراجع بتحكي عن بيتاغورس انه هو فيلسوف يوناني. بعض المراجع بتقول انه امه من صيدا وبيو من اليونان، بعض المراجع تانية بتقول انه بيو من صور وامه من اليونان. انا اثبتت انه بيو من صور وامه من صيدا، يعني اثبتت انه فينيقي هو اول فيلسوف ظهر بالتاريخ، وعلى وهذا الكتاب اخذ جائزه سعيد عال. الكتاب الرابع Mystery of the Alphabet اللي هو بيحكي عن الأبجدية الفينيقية، كل حرف بياخدنا بفيجن، ببلش بالألف اللي هو الكرييشن أو God، وبينتهي بحرف التاو اللي هو المسيح، صلب المسيح وقيامته. هدول هن الكتب الأربعة اللي عندي. هلأ حأمضي كونترا جديد مع دار نشر بكندا على كتاب جديد The Alphabet Code اللي هو حيكون أنتيتاز لكتاب دافينشي كود اللي عمل ضجة بالعالم. أستاذ يمين، بصفتك كمان مواطن من صغرته ومن أهدن، كيف خصصت أهدن بكتاباتك؟ عندي يعني أنا من 77 بلشت الكتابة بالصياد، وانتقلت من ثم للنهار للحياة، يعني كتبت فيها بدون ما أكون بقلبها، بعدين بجريدة المستقبل، على امتداد كل المرحلة الزمنية اللي من 77 لليوم. ما بعتبر ولا مرة كنت ناسي أهدن يعني، بس أنا عندي اتجاه أني أكشف عن الشيء اللي بعتبره مغمور، سواء كان قضايا أم كان وجوه، يعني عندي هالاتجاه بشغلي، وبموازاته كمان عندي اهتمام خاص بالصورة الفوتوغرافية القديمة. بلش اهتمامي بمنطقتي بوقت كان عم يمرق شارع رئيسي بسنة 80 عم يخترق صغارتها وعم بيغير لها وجهها القديم. أنا حاولت بهيك الأثناء أني قدر الإمكان أنقذ أكبر كمية ممكنة من الصور، لأنه الصور هي بتجمد التاريخ وبترجعنا للماضي، وما في شيء ممكن يوصقه مثلها، هي بصدقها وبأمانتها، يعني هي شهادة أنه دامغة على الماضي كيف كان. توفقت باسم كبير أني أقدر أنقذه، بس كان هذا مثل نواة لاهتمام صار يتوسع شيئا فشيئا، وما عاد مقتصر على صغرتها، بلش بصغرتها انتقل للشمال وصار لبنان، وحتى مجموعتي اليوم بتضم يعني نتاج تصويري عائد لكثير من المصورين اشتغلوا يعني بالشرق الاوسط عموما وبالعالم العربي. أثرت على مسيرتي الفنية مثل ما أثرت على كل شخص بأهدن، يعني طبعت لي شخصيتي، طبعت لي نظرتي، رؤيتي الفنية يعني مستوحيت بقسم كبير منها من أهدن، وأكيد في قسم تاني بصغرتها يمكن عم نعيش انقسام بالشخصية ما بعرف، بس عم حاول أنا بشغلي اني ادمج بين الضوء اهدن، الفضاء الواسع، الالوان، ما بعرف شفتوا الوان اهدن كيف، جمال الطبيعه، هالجبال الشامخه الكبيره، عم بحاول بشغلي ادمجها بين بين حارات صغرتها، هالحارات كمان اللي ربينا فيها، احنا بنقضي يا ريت فينا نقضي كل الوقت باهدن، بس كمان بنعيش بصغرتها قسم كبير من السنة. هلا المعارض دايما عم بيصير معارض دايما، في فترة كانت البلدية كانت تعمل كمان سيمبوزيوم الرسم وسيمبوزيوم نحت وهيك، مرحلة سابقة البلدية اللي قبل هي،
ونحن كنا نعمل نشاطاتنا كمان، كنا نعمل شيء قريب من منو درج الفن، درج نرسم عليه بالبويضة، وكان في معارض جامعية كتير يعني، وعطول بيصير يعني كل دايما فيه. نبلش بالبداية عن المغتربين، ليش عددهم زايد بنسبة كبيرة بأهدن؟ هل عم تحاولوا تخففوا هالنسبة؟ أول شيء نحن معنا هاجس تخفيف أو خفض يعني نسبة المغتربين، لأنه معنا مغتربين مهاجرين دائمين. المغتربين في صغارة الزاوية يقتربون في الشتاء ويعودون في الصيف. نسبة الاغتراب يمكن عم ترتفع، عم تزداد بسبب نجاح يعني نجاح الهجرة الزغرتاوية اللي بلشت بال 1885 مع الياس الخوري من زيارة، اللي افتتح الاغتراب إلى نيجيريا، وهو أول أبيض شرق أوسطي بيوصل إلى نيجيريا، بيسموه هونيك بعد لليوم كولومبوس مزيارة. كمان بمزيارة عطت أوائل كتير بالهجرة إلى العالم. يوسف موسى من مزيارة سافر إلى البرازيل، أول مغترب من لبنان إلى البرازيل بال 1880. أما بكوبا كمان هو من قضاء صغارته من بلدة علما، ميلان عزار كمان اللي كان أول مهاجر من لبنان إلى كوبا بال 1875. وهيك كرت المسبحة مع الأوائل اللي أعطوا الجيل الثاني، الجيل الثاني اللي نجح واندمج بالمجتمعات الاغترابية وقدر يتبوأ مراكز مهمة سواء بالسياسة أو بالطب أو بالفن أو بالأدب أو بالشعر أو بالصحافي. حكينا قبل عن الإعلام المناطقي، برأيك لشو بيهدف؟ هل عم يساعد أنه يوصل الكلمة أو البيوت اللي بدكم توصلوا له؟ اليوم بعد ما صدر قانون تنظيم الإعلام واللي وزع يعني الأقنية التلفزيونية حصص على الوزراء والنواب والمسؤولين، ما عاد في شيء بصغار اسمه إلا الإعلام المقروء، تجارب محدودة لنقول مجلة الينابيع اللي بتصدر عن رعية أهدن صغارتها واللي توزع إلى المغتربات، إضافة إلى خطوات المطبوعة اللي بتصدر عن بلدية أهدن صغارتها والتي تعنى بالشأن البلدي في قضاء صغارتها واتحاد بلدية صغارتها الزاوية. عدا ذلك في الإعلام الإلكتروني، المواقع الإلكترونية اللي منتشرة كتير، عنا أكثر من 5 مواقع إلكترونية بصغارتها تحولت إلى صلة بين المقيم والمنتشر، يعني المغتربين في خارج بخارج لبنان يتابعون أخبار صغارتها من السياسة الفن الفكر إلى الوفيات والولادات والعمادات عبر هالمواقع الإلكترونية. روبير، بما أنك متخصص بالإعلام السينمائي، خبرنا عن السينمائيين بأهدن. بدي أقول أنا متابع أكثر، يعني راصد للحركة السينمائية في صغارة الزاوية، مهتم فيها، شغوف فيها. السينما بصغارة الزاوية أعطت كثير من السينمائيين كتار، هيك لما بيشوفوا ممكن عم نحكي انه هيدا النظارة بيتفاجئوا. لنقول مثلا اول ممثل صغرتاوي اطل مع صباح بفيلم اول نظرة اللي هو امير الناي سركيس باسيم، كان اول وجه نظارته بيفوت على السينما اللبنانية. لنقول بالاول بنت صغرتاوية بالسينما اللبنانية والمصرية والعربية مدلين الطبر. طبعا قضاء صغارته اعطى كتير من المخرجين اللي اشتغلوا مسرح وسينما وتلفزيون. بيحضرني هلا اسم المخرج أنطوان ريمي ابن كفر حياته صغارته، المخرج يعقوب الشدراوي، المخرج طلال الدرجاني، المخرج جورج شمشوم من مزيارة، سيد كعدو اللي هو رائد بالافلام التوثيقية اللي اشتغل كتير على الافلام الوثائقية من قانا الى ارفع رأسك يا اخي، صور وجع قانا ونزيف بغداد ومعاناة المعاقين والمهجرين. بالممثلين في كتير كمان ممثلين من صغارة الزاوية بالسينما، أسماء كتير بتتفاجئ يعني بتقولي إنه هيدا من عنا من هون من صغارتها، هيدا من 35 أو 37 ضيعة بالقضاء. من القصص اللي بيخبروها إنه يوسف بيك كرم كان يتخبى بمغارة بمحمية أهدن، وفي نوع زهرة ما بينبت إلا حولها المغارة سميت على اسمه. تفاصيل محمية أهدن مع المهندسي ساندرا كوسا. تأسست محمية حرش أهدن الطبيعية سنة 1992، وأكيد من هالتاريخ كل قوانين المحميات الطبيعية مطبقة بمحمية حرش أهدن، منها أكيد ممنوع الصيد، ممنوع البيكنيك، ممنوع الكامبينج، ممنوع إشعال النار، ممنوع التدخين، أكيد هيدول القوانين مطبقين بالمحمية. وأهمية محمية حرش أهدن هي أهميتها بالتنوع البيولوجي اللي موجود فيها،
تعتبر من أهم المحميات مش بس بلبنان، بالشرق الأوسط، بالتنوع البيولوجي. ولما بنحكي تنوع بيولوجي يعني تنوع نباتي وتنوع حيواني موجود بهالمحمية. بالنسبة للحيوانات الموجودة بالمحمية عندنا 26 نوع ثدييات موجودين بقلب المحمية. كمان بالنسبة للطيور عندنا 156 نوع طير بالمحمية. عندنا طيور بتعشعش على مدار السنة وطيور بتهاجر بمواسم الهجرة وبترجع تجي. كمان بالتنوع الحيواني بالنسبة للبرمائيات أو الموجودين بالمحمية في عنا 23 نوع، كمان زواحف وبرمائيات موجودين، كذا نوع حي كمان موجودين، ضفادع وإلى آخره. محمية حرش أهدن من أهم المعالم السياحية البيئية الموجودة بأهدن، تستقطب عدد كبير من الزوار. أكيد أهالي منطقة أهدن صغرتا والجوار على طول بزوروها، وأكيد عنا زوار من المناطق الثانية من بيروت من كل مناطق لبنان، وعنا أكيد زوار أجانب كمان بيجوا على المحمية. بالنسبة كمان الإدارة المالية، رحنا المحمية بيجيها موازنة من وزارة البيئة، لأنه رحنا المحميات تابعة لوزارة البيئة، وكمان بنستقطب بروجيات أو مشاريع من السفارات، من سبونسرشيب، من دونرز كمان موجودين، يعني بنقدم مشاريع وعلى المشاريع رحنا بيجينا مساعدات كمان تنقدر نكمل لإدارة المحمية، لأنه في كتير مشاريع مش بس سياحة بيئية. يعني رحنا أهم هدف عنا بالمحمية هي الحماية أو الحفاظ على التنوع البيولوجي اللي موجود فيها، يعني هيدا من أهم الأهداف اللي رحنا بنشتغل عليه بالمحمية. أكيد بالطبع أنه السياحة البيئية تنعرف الناس على هالكنز اللي موجود، واللي رحنا بدون مساعدتهم وبدون سند لنا رحنا ما بنقدر نكمل ونقدر نحافظ على هالثروة البيئية. سحر الجمال، أهالية مضيافين، والجو العام بينقلك لعالم الإبداع. كتار من رجال وستات احتلوا مراكز مهمة بالعالم، وهيدا فخر لألنا. إذا بعدك ما بتعرف أهدن، من الضروري زيارة هالمدينة الثقافية اللي بتوقع بشمال لبنان.